السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كنتش في حلقة جديدة اليوم مقطعنا على لعبة يوتيوب اللي يعرف ولا يعرف يوتيوب لعبة مايكرافت، لكن مصري على الإزعاج. يعني قلت لكم أصبر كثير يا جماعة، أرجوكم ضبطونا بأربعين مشترك. ما مسلسل يعني ضبطونا لو 40 مشترك أنا أضبطكم الفيديو يا جماعة. بحط الكاميرا ساعتين أضبطها ساعتين يا أخي، مش ذا القهر. أرجوكم ضبطوني يا جماعة لايكات، وصلوا ذا الفيديو أكثر من 10 لايكات إن شاء الله. وصلوا كذا 11، أول مرة وصل 11. فيديو ذاك كان يعني 4 فيه أكثر من وصلتوني فيه أكثر من 11. وصلتوني حتى 15 هيك يا 15. لا تنسوا الله يسعدكم يا جماعة. جماعة نوب يعني أنا ملك النوب. قناة سموك بالوصف، روح عند اشترك في قناته وبعد نحط له لايك اشتراك وكل شيء صباح الله يجعل حطها ان شاء الله. حط قناة سموك حطها بالوصف كيف يعني تبغى كم ناس لي لبن زك خالص. اي ضربها يلا مرة ايزي بقت حتى الهسة ما هنا بس انا يا جماعة انا مو قاعدة احب قاعدة اصور يا جماعة لكم الفيديو. اهم شيء نسيته، جمعة مباركة يا جماعة الله يعافي. نسيت عن قولوني يا جماعة جمعة مباركة. بكات زين هذا طن جديد. برا يا بوي، برا يا كون. يا أبي مرة أجرب إني أسوي يوم بيوم أنا ويلبان. هو يمكن بكر فلاي أو ما أدري، يمكن يقولون لوب ما أدري ليش ما نشكل عليه لوب ما يعرف يلعب. تبي يجرب يمكن الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. ما هذا يا ابني؟ علمنا. أنا قاعد أشوف الكاميرا ولا قاعد ألعب؟ أيوة طيح ما طيحنا كلنا. يلا نسوي أمها مدري. أنا ما طيح بدي أي أنا ما طيح أنا ما طيح أنا طيح أنا طيح أنا طيح. انا كنت ازير لكن كيف حتكون اللعب لو من ناحية السكاي؟ خليها بيض 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 زي البيض. ما حسيت والله شعر السكاي سكاي سكاي كيف خليها هذا نفس الشيء اليومي من البارحة. اي الحين عيد نشر شبه الشيء حنزل شبه يومي وحتعلم المنتج قريب يعني قريب تعلمت شوية لكن ما لقيت موقع كل يوم جد
فور هيكس فور اكس خلاص زبدة خليه شكل فرقيت تدري أنا رقم الأساس أنا حبيت من أبد لا ما يدري أكده قلتني تعلم مني هذا يتعلم مني هذا صار الأب وأخيرا يلا رغم أنه ما يحب ينزل أكثر شيء عندي تاني القناة في دقيقة دقيقة كذا أقصر أحيانا يلا بس هو يجي ذا إيه هذا يجي ذا الله يبلعك الله الوحش لا يا أباركم بس آخر لحظة أنا ليه؟ أنا ليه؟ أنا كل خط كل خط كل خط كل خط كل خط كل خط مو كيف نامت؟ أنا كيف نامت؟ أنا ليه لقلق؟ Thank you.
الله يبلع خرب المقطع خرب اخوي ما حد ينكس والله شو صار والله لو جيني واحد كتر فلاي يهردني هذا وجوابني يلا يا شفت انه وحيد كذا زعلان فانا عندي شارج مو لعبي الله يقلعنا بالوضع انا نوب يا ولد يا ابني لماذا تضربني انا حشرت مشكلة ويصيدني انا ما اجيلك الله مزح معك الله مزح لعبة عجيب ما تعرف تمزح ما تعرف تنجح يا وطن شعب ما أعرف بني وكذا حين تلقوا يجيبني أنا إنتي أنا خلاص حرقت اللي تحتمت أنا شيء نوعا ما ترجع تفكرني كذا على تزقني يلا يلا نزق ما احب اللعبة اكرهها كذا ما لسه تعال والله لو انت حبيت الجو حبيت الجو مو بعد انت يعني انا اقتلك وانت ما تقتلني ما تجلدني انا ما تجلدني انا ما اصبحي نبقى 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 انا بحبك يا تزعل مسكين مسكين اخرى موحة
كانوا بالبيت. أنا ما خرجت شوية بالبابا الأخضر الأخضر. شوف الله شوف الله شوف شوف ذا لاكل العب فهمني بس. شوف شوف ما تقدر تضرب. لا لا طلع العب. قاعد تعرق والدنيا حلوة وما تبكيش وما تبكيش أنا ما أقدر. كيف يضرب؟ زائد كذا تجي علي استغفر الله كيف يضرب؟ أنا مو زيادة. يدي قاعدة تموت. شوف لا شوف كيف ألعب هسه. أنا سبايدر مان. أنا كذا ألعب لك. أنا كذا ما ينضرب ما ينضرب. أنضرب شو أسوي لكم؟ سلام خالص. والله ما ينذكر مكان يسوي لايك سبسكرايب. لا خلي الفاتي ده ويقفل على طول. يلا بكره استغفر الله استغفر الله استغفر الله. انا في يعني انا في البناء بطلع فلاي ايزي يعني بتسوي بطلع فلاي يعني كذا ايزي. انا بالنسبه لي ايزي بس في الطق بطلع فلاي مو ايزي هيك مو يا اخي والله والله يا جماعه راح يصفق صفق صفق تصفيق. يبا والله مو لا مو مو لا كان حق الكاس اي مدير حق الكاس كنا خط انا يا جماعة انا اسف اوقف الفيديو لان انا رايح لايك اشتراك خليني نجي ندور للدور مثلا خلاص ما بدي لا والله يا جماعة أنا لازم أروح لايك واشتراك ومع السلامة.